معانا حالة إصابة نخاع شوكي، كانت واقعة من الدور التاني بقالها سنة وتسع شهور، كان في إعاقة كاملة، وكانت جاية لنا يا دوبك بتقف، ولو حاولت تخطي رجليها بتحدف متعرفش تمشي كويس. بعد أسبوعين من العلاج واقفة زي ما انتوا شايفين كويس. تقدري تسيبي إيدك؟ سيبي. تمام، برافو عليكي. يلا يلا نبدا اول خطواتنا. انا عايزه اوريكم ان هي ماشيه. احنا بعد اسبوعين من العلاج المكثف 6 ساعات يوميا مع الحقن بجهاز التعين الامريكي وتنشيط الخلايا العصبيه قدرنا نوصل للي احنا فيه. واقفه لوحدها تماما، ماشيه لوحدها بجبائر قصيره مش طويله. الدعامات اللي احنا كنا بنركبها دايما كانت بتبقى كبيره في الحالات الصعبه، لا هي ما شاء الله قدرنا نوصل بيها بعد اسبوعين بس من العلاج ان احنا وقفناها وبتمشي لوحدها من غير اي مساعده بدعامه صغيره خالص. برافو برافو. قول لنا انت بقى ايه رايك في الحاله؟ الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله على اللي هي فيه، والحمد لله يعني اللهم لك الحمد والشكر، وربنا يتمها عليها يا رب ما شاء الله. كملي يا جميله، كملي. زي ما احنا شايفين ما شاء الله مش شايفه كويسه، واحنا لسه مكملين هنصعب.